إن أنا كنت شوابه له هذا كي كسر يعني يونس أحمد يونس ويدوح على حقيقة عبد الله ده يحس بقدري حقي حقي هو آدي آدي ولا هي سلقينا بوليسكا السومالان سو كل شيء إيه حال هذا كتير تاني وأحد عافاتك وحكر الشيء إذا كبوليسكو أي تذكر قصوا على بلا وارن وحكر الشيء إن إذا كبوليسكو أي تذكر أنت تشعلين سكاهستان وحلاه هاي وحلا وحاو الشيء ولا فيه ولا ما قصر إعلان واحد كنت ما عمل لا عفوت سبب طاقة سلقينا بوليسكا ملاحم اللي راهي وأشوفت كل حويه سواح محابيس نظيفيان إلى إيجان وحين مدلافة سواح قصة ولا إيجا ولا نظيفية سلقي وحي أفريه شعب دولة سومالان هذه تركيسة دعوانية وحاول شيء أنا حكم ترى حقيقة عدالة لو شغالية وحاول ليه هاي بوليس كده كويس كصحرة هذول ليش اللي يقال هاي وحكم الله ليه صوت وقع ورقف كده دم بكرة ضف في الدم بعقارات ولا بكرة أحد جد بكيستا أي بوليس كسوق بتاعه إحنا مدة كورن صور لي دستور كيلو عفرت لي ساعة وقول هذا وعلى الورق يا حيران أنت يا محكمة داود دولة قال لي ستة بيحسي بوليسكو أنت تشعلني ما يستانة أنت شرعي وقول يا دستور كورن أي قف أي قف كايا مسوي هذي كرتيد قف بوليس أه وضل أنت إسكو سوق بتاعه إسكو هيستان ما هي كرتيد مرة ما طلبات قف في الأوارة كم صحرا والبوليس كسر السماء أكذا قف كده دم بجلا أود بيقول لي هنا صحرا وحركة هنا أيات المامية هدي قف والدم بعقابات كله ودف تهاي تهاي أما الله جاي يا أبو بعيد دك دقيقة شفته في الريسكين ولا بيو إنه بحصل يوم سو قلت الفين سو الفين إير هكذا في عقابته بوليس ويسوق قفص كلا بالأوارة ويكون صحرا كلا لكن مركبة إلا تضيع شو جدهد waxay u sheegay kara xabaalinta iyo maxkamadda awood dowle qaadista bigas inay ka soo qabteen inuu ugu xiray yahay laakiin marna ma dhici karto in qof bil aadan Soomaaliya iska soo xidhan waxa aad ku hadlay soo dhan culimada sharciyeeganka waxay ku tilmaamaan noo afayd dadweynaha Soomaaliya waa dadweyne fiican waa dadweyne xaraa way arkay saldhigada booliska ee nadiif yihiin in lagu adeego in shaqo wanaagsan lagu qabto haddii aan ciidanka booliska isla lagu jirin xogeyow isaga ma hadashay waxa halka ka hadashay ma qorin booliska ayaa ku jeebtay nabadgelyadiisa iyo walaalkiisii sharafti